أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: بعض الناس يعمل المعاصي ويرتكب المحرمات، وإذا بين له غلطه قال: نيتي صالحة وأنا أريد الخير وأحب الخير وأهله، ولكنني ابتليت بهذه المعاصي، فما السبيل إلى توجيه من هذه حاله؟ هذا كلام لا يفيد. يقول: أنا نيتي، ما هو الكلام عن نيك، الكلام عن فعلك، الكلام عن فعلك. ما دام فعلك خطأ يجب عليك التوبة والرجوع عن هذا العمل، والنية لا تزكي الخطأ أبدا، كما مر بكم ما تزكي الخطأ أبدا، فعلى المخطئ أنه يرجع للصواب، وليس له عذر أن يقول نيتي طيبة ويستمر على الخطأ، لا يجوز له هذا، لا يجوز إلا إذا تبين له الصواب أنه يرجع إليه. وأما قوله أني ابتليت بهذا، هذه ما هي بحجة، هذا كلام القدرية، ما تحتج بالابتلاء، هذا كلام القدرية الجبرية. أنت تتوب إلى الله وتترك هذا، أنت تستطيع أنك تتركه ولا لا؟ تستطيع أنك تتركه، خلاص اترك، ولا تقول أنا مبتلى. أنت مبتلى لكن تستطيع أنك تترك هالبلوى، اتركها. أما أقولك أني مبتلى وهذا من باب الجدال، الجدال الباطل، هذا كلام الجبرية تقريبا. أنت ابتليت نعم، لكن عالج البلوى بالترك، أنت تقدر على الترك والابتعاد عنه، الحمد لله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.